بسم الله الرحمن الرحيم. أن نحمد ربي غدي هذانا روبريدي الهان ونصلي في النبي غدي ورانا بريد الصوفاني الصوت نغري ضنبا بيقنوان ربي هذو دولي وغالخيرا ذي وفاق جعل والي وغل في الطاوة ذي روح ذي سواق ثبور ثيك مثل دير يونوري زميرة سيغلق هايث ما صلفرح ذا مقران دل مليلي ذوان تمليلي ثيير إن طلبك سيدي ربي آتي جعلي وذميس وتيلي سوزاليس تمليليث قوطانا إن شهر رمضان ولهضورنا إن شاء الله ذي لندس مكثير وإن طلبك سيدي ربي أتفغن قول أذل حقنا رولوان وإن طلبي سبحانه وتعالى أذي قبل ظلم النار وذي قبل تظلي في النار وغي ويذو برضا صوبان ذو برضا ونعان يصوت الغر ضنبا بهنوان قدرس وسيد ما ذكر الله ظهور إن شاء الله هذي لين فين يعنان أين يدي يتسجى وزم رمطان الخير وسمار الديني أين يدي يتسجى وزم رمطان الخير نقصد ونار في صمان سوذ ما شرعي سوذ منصيف واني فهمان في ذت نظم أي رمطان الأمور يدي يتسجى يثمى رمطان العبد ما يزم يثكي قواث الحال لكن يقوم يتسجد ذقس يوث العبادة تام قرانت أي مقارن الإخلاص شو ذي المعنى الإخلاص المعنى أكي جبنا ذم أي إسلام أو أني في ظمنك وث الحال أكي يجد قصدت العبادة أني وذ من سيدي ربي وحدس ولاش حد النيطان ذو ذ مسكاني تقصد يا قرنس ذهب خالص ذهب اسم الذي لصفاء 100% ولا شيء في دي خلطان قرص الذهبي خالص ذغن العبادة أصمرت لي تصفى تكمل ولا شيء نتيدي خلطان يعني وذ من سيدي ربي وحدس ذقس الإخلاص فأصم رمطاني يدصوص جنغ الإخلاص أمك أسمرك العبد يثم ذي الظلم ماشي كان يظلم في المكلة السيد أسمى ذي ندي أسمى ذي من يتمكثيد باللي سيدي ربي صريثيد ولا شيء يكفرني قدورين في اللاس اللي معنا اسم رذي اللي جمكاني ونثي زراق العباد ذا شرثي جن وريث تسارة وريث السارة وريث مرثي وغا أرثي جن وريث مرثي نشتيا لأنه يمكثد باللي سيدي ربي صريثي فذا يرذي جن العبادة غي تصفى 100% ولا شيء نتيدي خلطان وذا يرذي السلطان العبد غيوث الدرجة عليين أي المقارن الإحسان ذا شو ذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان تعبد سيدي ربي أما كنت زرط طبعا العلم الغيب يدوري في الله لكن أتسمك ثايت دايما باللي غسك تشوف زري الطارة أنت زراكي ولا شيء يفرم في الناس إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يعني أشتدي الصقولك دايما تصنفيت بلي ربي صريكيد والحاجة غيني العبادة غيني الدرجة علينا مقام الإحسان ذيني نحذج إثم نسى لو كانت تنسعو لو كان الناس دايما المحسوير يوكنا نلحق الدرجة الأمور نغض قاعدة الحوال نغذو النعن إبرذن نغذي جديقن الأمور نغمر قومن أضي روح التعدي أضي روح الظلم أضي روح نتكى الجرائم لأنه ولش الحاجة غير يثمى أرذي سمن عن العباد كسوغا وهني جدي سديانا وهني جدي صحيانا ذي بصحيا أنشتم الله تمكثين بلي ربي الصريثا القوة الإيمانية تيظ العاصمة من كل الفتن ومن كل الأهواء ومن كل الجرائم والمعاصي وغيرها القوة الإيمانية تيظ الوقاية تيرد أكدي علن الصرف يرد ذوين نديري لأنه يثمى وصمر طرية ليون استعلت بوليسة قرية عس محال وحتى العبد يثمى كنت بغط عصر من لا أريس عارثين الإيمان قوليس من لا يوفي من لا يوفي كبريد هذه تعدى هذه تعدى من لا يبغى غادي يستوي غادي يستوي وذين ينظر للاسف للواقع اسمك خص الايمان يا يثما
أتصفت العذ مثلا يخدم يلخذ مينس يسعى الوظيفينس أو كثبلة كل حديث ومعلم يبددو قرويس نيقول حديث الانسبكتوري تترى قبل أتصفت تكسر رأي الرئيس حشم اللوري زميرنا حشم اللوري الحقارة وتصفت حتى يتعدل داك إسقار القبيل تحلواتي زلوى يوكنا دي شبحين يخدم ما لا يتقابر ما يقرف وسيس أتصفت تشبح تيلو فني أكي قار مثلا ولا شوين نخدم راك ثمم توري الحساري فسنيس أكي قار خروط خديمة أكي قار زريط يدن كي كان أكي قار مدني كل خدمنا نشتي وبالتالي أو كسيث ملحد الإيمان ولحد الخوف من سيدي ربي سبحانه وتعالى أطفت العذ النير ملا غزران ولا شويتي تعسان وهي ذي مقنا منتا وسيني طرن نغي زمر أسع للحيلة أتي تفت ذي تحايل في الناس نغ لأنه ولاش لشرتي من عن ولاش الخوف من سيدي ربي أما العبد المؤمن أي إثما العبد المؤمن ذي من أتي تفت تمكتي سيدي ربي سبحانه وتعالى أما معلمني زاد سيقل لاني غيغاب ذيوث لأنه قبل ذي معامل العباد يتمعامل رب العباد لأنه يعلم هذه أسواس قشو يلي وزقنا غادي بدقاري فسن سيدي ربي أكيد يساق الآية وقفوهم إنهم مسؤولون وقال حديث من النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كريلا ذي وزقنا إلى يوم القيامة أسيسي وسيدي ربي غادي حسب ولا شك يارا نغذي يارس الترجمان والعبد ما لا ينكرين يخدم كثنا الناسين سيدي ربي غادي الصندق الجوارحين ستشهدن في اللاس أكيد يساق الآية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون إذا يثما نحذج مليح حد نتمكتب اللي ربي الزرات نحذج مليح حد نصحضر المفهومية مش شهر رمضان كان شهر رمضان هذا نصوي ربي فانشتي أن نغثنا ميث هذا نتمكتب إيوا كنا نكملك قبري ذي لي أن دوك شغلي لي ألم ما غيث مصدر كاغد الموت أغي جمع سيدي ربي دي سديان دي قعدان دي ونعان أغي صدر سيدي ربي قد دوني ثلما يصدره سدى وكال أنروح ذي صحيا دي بصحيا أتشيلي توذرت النغ ذي الموث النغ يسيدي ربي وحدس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قلوا مرضاق نكتصو إثما رمطان سجنغ يتصو يوث العبادة النطن إمي قرن الصبر والصبر كيس قرن القبيل ذا حبيب الربيع الصبر إثما يسعى ظلم قرب الصبر الشنيس أعلاي الصبر إثما ذا المفتاح من الخير صبر يا إثما ملو دي لا لا يذك دعوين تكن ضد في اللاس وارتسلي طلب خير إيواش غلا خاطر يلي ون زقنا في الدنيا سيئ إلا وين لك رث يمكن بلك هاث لان العباد العظو جربا بس حد يسكن لوان دلوقت قشوث لك الحجارة كيمكن وثيد السنن الدنيا سيثمو لش وين أرضي نخلف في اللاس غادي يرول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين المعنى أنه يلي وزقنا غير سيدي ربي ابتلى كل وسوسو بلك كفري منيك بلك ما فعلتك التجارة بلك ما لصعت الغلة بلك كثر وحيك في نفسيتي كتهلكط بلك تفقد حدك كعزيز منيك قربنا الغورك سيد الدنيا سيد دا شو أراك يوين الخير الصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ويكي لان مثغلت فلس المصيبة اسمك سيد باللي نكن من اللذق لنسيذ ربيع نكن مرة غرغرسين قان
ذي العابدين سين الله أكن يبغى غادي يعزقنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثغالين الغرص ثغالين الغرص أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات المقصود الثناء، يعني ربي غادي يسالك القبر نسن وهني يذكر سوين العالية. ورحمة غادي تشارو لو نسن الرحمة الطمأنينة صراحة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وذاغن أسندي ورغ بريد العالية أهني وذ يذي غن بريد العالية أهني ويل واحد يذي الدند بريد أيفوس. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. شهر رمضان تصوص جنغ العبادين الصبر، والصبر يثمى لجريس من بغير الحساب. الصبر لجريس يزدي السوجد سيدي ربي غيوني صبرا بلا الحساب. الدليل إن ضربك الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا رمضان لجريس يسعى لحسابه من بغير الحساب. ألا سيدي ألا سيدي ربي علمنس لجريس يا أخي. يصدق الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أظن رمضان ألا ربي علمنس لجريس يعني بلا الحساب. إيوا شايف ماذا شو ذي العلاقة الصبر بلا الحساب أظن رمضان بلا الحساب لأنه يثم الصبر نيغ رمضان زكس ثلاثة وذماون يقلنك الصبر. الصبر يثم زكس ثلاثة وذماون، أتصبرت في الطاعة وتصبرت في المعاصي وتصبرت فين كيقدر سيدي ربي الحوايج تيقرحن. أتصبرت في الطاعة، الطاعة تحتاج الصبر. إوا كان تسكر تغلف الفجر يحتاج الصبر. اشتنو الدام وتحت تزلط يحتاج الصبر. اتنفق تزكيتني غتصدقت يحتاج الصبر. وتحبون المال حبا جما يذري من اي محبوب يثنغ العباد. والشيطان يا يثما يخدم الشغل ينس. الشيطان يسب هذاك الفقر وقال حقيقه اماكن يتوعد يعني يعيدكم الشيطان ويعيدكم الفقر. فالعبد مش كذي تغلب فرويح في نفسيتين ينس هذه ينفق وهذا الصدق يحتاج الصبر. طاعات عموما يحتاج الصبر. وين شتاتنا في شهر رمضان؟ لأنه شهر رمضان في الطاعة تحتاج الصبر. ذا غن أحرش ويسين نغذ ويسين الصبر. الصبر في المعاصي خلا المعاصي الشيطان يتشبحي ثنتين تمسليت في مدة مثلا تيذ الكبيرة من كبائر الذنوب الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني سيدي ربي غيبينت باللي العبد رضي هضر فيث ماس الغيبة نسنو لا حديثا سوين نديري أما كني تتسكسو من الهماس وانت يموت من نهار ذي يرضون ذي تشكسو من الميت ينور يرضو فكرهتموه. سيدي ربي قارك ملا فهضرت في هماك وانتو لا حديث سوين نديرة تتشطك سوميس أثنت الكبيرة تمقرنت ويوم القيامة قلومو ريكس قرورو من العباد غتمس أين تجنوني تساوين سيد ساوين سن. أكيد يساق الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الغيبة غاية ثمس ليت في مدنة كي سمان العلماء سمان ناس فاكهة المجالس سيد الفاكهة نجومة وينو دلص خضرار الخوف من سيدي ربي أطفت ما يقيم كجماع ذين كان ذي الدوير ذوي الديسكور كان قفلان غفلان قم مطر وسماء وصر ما يتم بش تعلم باللي المعاصي حداش نتصبر في كيغد المثال الغيبة لأنه 18 مليح العبد بلق الجامع لو كان الشيخ هذا طولك شوية أطف تقلق وتستوي ثار الدنيا يا رب تزيد دقيقة هذه سلم الشيخ كان هذه أدي جبضة طلغ الساعة يا رب تزيد دقيقة بس حاثي تصفد العبد أني بالذات لو كاذي فغ برا أدي مليل تجمع تهدرن في يون وخاصة ما اللي يغلي تقيونا كوثي تحبارا أماكن الله ظورنا درس فوليس
نهني ملنا ذيك الشيوت انت مسليت انت ديني عشرة نهني ملنا ضع عشرة انت ديني مياه إزمرة يتمضي صبر وذي السيف الله ظرني إزمرة ذي بدك ساعتين وري عيارة وري سحو السيارة طاعة الزيت حذاش صبر والمعاصي غيشيش بحين تيج الشيطان يوكنا تبعض طكا في الغيبة وكلامه والكلام عن الناس ذغني حذاش الصبر الشهوات والملذات كل وقت وشي تيتشع على كل حال كل وقت العباد كل وقت وشي تميت كل وقت وشي تميت فالشهوات بصورة عامة يستيش بحيث نتيج الشيطان ويحتاج نشطة الصبر يوك العبد ديرول ودي بعد في اللسنت شهر رمضان ذا غنزك سيد من شتية لأنه العبد ما لوري صبرارة مثلا في الهضور في مدن ده المعصية ما لوري صبرارة في اللس رمضانيس يعني ربح الله صفات كده يسق الحديث رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش إلا حد يصوم بصح شو يدير بحق رمضان النيو الله صفات الله صفات إذا أنا يثما رمضان دا غنيس علمه غنصبر في المعاصي ونطغر فارا غين نديري ونخطزر را غين نديري ونهضر را غين نديري ونتدار غي مكان نديري ونرفع رفوسنا نخدمي السين نديري وذا غن أذم وسلة نصبر صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة الدنيا تكيد أننا ذاك سار ذا سوان ضرب ذا معاون زك ستيق فراحين زك ستيق الراحين ستيق الراحين نحذج أنت تصبرت في اللسنس ما الأمور يزبرنا كي يمكن أن الدنيا تأيه اللاز مثلا القلة قرمطان تصحص صلاص أتصبرت على قدر من أقدار الله عز وجل أتصبرت في لذا غرق دي سنصر غور العباد إذا كان رمضاني كذي توقفل لأنه صمرت تبلقة العباد كران الصنفي سيقرني البلا طردني غدالي ذن ترى ذي تعدن في الله ذن ترى كي يذون ذن ترى كي سخصار الله ظور بس حش صمت إيه مفعوظ ذا شرى ذي طرون إيه نيجد ثمس ليس أسطرت عشرة نيات مهرت ورصة وفت عيني نظر ركيت ورق الواقع النغ لأنه يثمد انضري كارثي تصن الصيام إلا من رحيم الله تحس ما رد زمت أظم ونصح بالعكس يتعدى في الله كتاو تبريد ودا يطلمك سيد سمحية ستني مرء صائم ما كي قصى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما الله فعون ضد لاش يسقرن قبيل يسيك قرنس عنده مهبولة شطرمطة تعمل هذا شيء قصنصه مهبول وش ماشي ولو سعر العقل اللي مخلي يعني يهلك الله غالب رفع القلم قصدي يسلع ذي لنا يتعدى ثليسا وريس حضرار الخوف من سيدي ربي قوليس يخدم في وغا وي بطبيعة الحال سيدي ربي يوصفيث سالجهل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة وإن تفصل فيه صم بكم عمي فهم لا يعقلون سيتي مهبل تنصح أما وإني مخلى الله غالب إهلاك وإيا بالعكس رفع القلم سيتي مهبل تنصح إنك مفعون ضد تشطر مطال ماذا قصدنا تشطر مطال ماذا تشطر صوت قصدنا يعني كي روح لجر لأنه من لا مفعون ضد إنك تمس لي طريطة عشرات كش متقلع بينس أرمطاني كي روح لجر وللأسف أيثما ظلمة كي يعني الحمد لله قسمي دي بذكر رمضان ورعذو وملقى غكا بس حق العاذة هاتيكو ملقى غارا لن يذي ملقى ماشي ذي كريك ماشي ذي نار تطفض العباد يصبح المتام ديث إلا من رحيم الله حمانيك ومن بعد كلش سقيتي ذي رمضان يغلبيث رمضان يغلبيث رمضان رمضان والله ما يسد ذي النغ ذي النغ بشكاغ يغلبي ذي العبادة بالعكس بالعكس يسادي وكناغي جديز ديانان دي قعدانان دي ونعانان أنسحو السيقو جيلان أنسحو السي مغبان النوابري ذوات أنقعد له ظور الناغ أنقعد أخ ظور الناغ غس ما يوني غلطة زيقين غنكونو نغلطارا أغيس علم الصبار أغيس علم مكان طفق من الناغ أثار رمطان وإذا رمطان وإذا رمطان
وتيذ العبادات إكد صوزينا أنكم إن شاء الله بعد الأذان قلومور ذاغنا يسمى قشو رمطان ما اللي الله أكيد ديوي الحال سوذ مشرعي سوذ منصيب قلومور دي تجد كسن لاثر يتجد لاثر العالية ديوث الفئة طبعا ما اللي نفهمي ثا يتجد لاثر الشباب المزيد ونكنا يسمى نزرا ونحصى داشو ذا زال يسعاني المزيين كري لند لما فاذنوني إذا المستقبل كري لند لما ظرما يثنى أظن رمطان في شكس بعيد المصيّن طبيعة الحال الناد ما لظن من تكني قوثا أهني سبعد في الشهوات ولش الحاجة اكتهدون اكستوغين يلمصيّن اش للشهوات وذيني نظرا يثنى حتى القرايا أتفطي المصير أتفطي قرى مليح ما شاء الله أو كتيب ذي تابع ياري بردن كان لشوت ليبر سقوط حر تصفت ممق القرايس لي أتصفت ورين في عيماني سورين في عيل غيريس يوش عذاون تورا فقط المصيين أمكيس الخدمة المصيين اللي يقفزن مليح قل قرايا نسانس على المعدل الضيم قران نحذاش نسان ويا والله ما تراطين سان ويا ضصي إذا كنت صيد نسكسان أو كتوفة نهناوي نهناوي وبدليل شحال ديوني ويل باكس المعدل قران أسعلنا كثوي حتى غرصة راخي الله ظريم الكونكور اللي يخذ منه يطبع شحان طبيق روحه وكفرنسا سيدنا 12,000 طبيب جزائري مختص يعني ويكي لان القمة كثقشوشت ويكني دايما بغونا هنا وين غلا خطر أوروبا بصورة عامة تسمي ناس القارة العجوز تعيش شيخوخة وسعينا رمزين خي الله إلا مزين الدقي من داغورنا ماشي المعنى وقفي زنارة يكذب عليك وين راك ديني إلا مزين وقفي زنارة حتى وين نزر راك نقل قرايا نسوري نجي حارة نعد اسبلوري نجي حارة وريح رشرة ولا ريح رش ما في ريت خلاص زيك سنة بدليل اتفتو نجي حارة قل قرايا بصح ماضي راح هذه 15 لا ميكانيك لا الكتريسيتي لا يعني العجب اتزرت العجب العجاب وحتى نزريت يا ذيك نقيل انا كيا ليكول اتصفت درسيتو وتي حفيطاره وتي فهيماره وريخ ذي مارك كي تي زماريت باش كي تفهمني غا في حفظ بصح تزرت لي ميثودي تخدمني وكنا نقل هاد كوبيين غادي يحبس قرر شيخنا تصفت الطلايه كبصح وري فيهم ولا ذكرى وري فيهم ولا ذكرى يعني اش تفاش يدي الدله يدي باللي سعان سعان الانتيليجونس بصح الذكاء اللي استخدمت وين نديريه وشحال هكاك المجتمع وانا راه تصفط كونتور هو ماني تسرثي حتى بغرد فير وي يسعى للذكاء يسعى بصح لو كان ذكاء اللي استخدمي تكس ونعاني انت قص من دلا يا فبغي غديني غنو في اي تسناتي الا تقفز ويسوى شو يهز بركيلن يهز فشالن الشهوات فيك ما سنت كان الانترنت فيك ما سنت المواقع فيك ما سنت كذا تجيثني كل السهون مر المصالح نسن اتبع ديالي بردان وسنون باللي ذوني ذو الخير وتني دنيت وتني تذرت وتني ذي السعاده والحقيقه غير ذلك يا يسمى فغزوم الرمطان من زوم يسوذ من العاليه اذ يحرز خاصه يغمزين الشهوات وخد زرنين نديريه وتبعنا راي نديريه في الجو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصى الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء يعني وقاء يعني وقاءة السمنع لوقت السولية أن نختمس آخر شيء وإن كان الغلة رمطان تخلى يدي تسجع بس هذا ختم سيوت الحاجة مهمة مليح أن نظم الرمطان يثمى ما لذ الصح رمطان نغيت وقفا نفهميث نظم ثكي وثال الحال إلا قد يجذغ نزقن غلافر أن سحسي مغبان أن مسحيق مطاون في غجيلا ودي ورا الحال يثمى الطفلة أتشار كريلا نضي الخير بلك ذل جارك الزاتيك وليوفار هذا شارديك ما لا نوطغ الحالة متى مع انت هاي ثمون فيه ما رأى أظن مواي رمطان أظن مواي مزح الصلاة ستفاد إلا قان سحسي مغبان سيادون سعارة لأن العيبة تسو تنسن دي القاعة تدولي سن ديك النير إلا قان نيلي يدسن وان معاونك النير أن قومي السن أفوس ذك فوس تاعكم تي الزينة تيفسوس كري وزينة سوين يزمر أكني تقارن القبيلة نختم ستا قرن صمغار السوال إلمزي تغوال أمر كان تيتناوال
نسأل الله يوفقنا ويختم بالبقية الصالحة أعمالنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وذي بارك رب الزيون.